احنا برضو يعني مستمرين ان احنا كمان بنتابع برضو اللي بيتم في البرنامج. احنا كان عندنا حالة ايمان عندها 20 سنة وكانت من الجيزة، وكان والدها متوفي من 3 سنين، والدتها كانت بتشتغل في البيوت لحد ما تعبت وجالها الغضروف، وجوزت اختها الكبيرة واخوها لكن ما قدرتش بسبب تعبها انها تجهز ايمان. ايمان عندها مرض انيميا البحر المتوسط وبتحتاج نقل دم وتحاليل كتيرة، هم عايشين على معاش والدها 150 جنيه، وإيمان كتب كتابها من شهرين وفرحها تأجل 3 مرات علشان الجواز، عشان الجهاز يعني. ده المعلومات اللي كانت عندنا من إيمان. خلونا إيمان معنا على التليفون، صح؟ صباح الخير يا إيمان. السلام عليكم. ازيك يا إيمان؟ أنا عمرو الليسي، أخبارك إيه؟ زي حضرتك يا دكتور. الله يخليك. أنا حبيت أطمن، أنت بعد ما كلمتينا في النجوم أف أم في رمضان الخير، إيه اللي تم في موضوع الجهاز؟ والله حضرتك يعني الحاجة جاتني وكده، ربنا يخليك. طيب الحمد لله، يعني استلمتي الحاجه كلها؟ حضرتك قوي يا دكتور. اه يا دكتور عمرو. طيب الحمد لله. يعني جات لك امتى الحاجه؟ جات امبارح. طيب مبروك، الف مبروك. طيب كده تمام الامور، كده افضل يعني الحمد لله. اه الحمد لله. انا بشكر حضرتك جدا قوي يا دكتور. طيب لا لا، شكرا على واجب، شكر لله. طب قولي لي الفرح امتى ان شاء الله؟ انت كنت قلتي لي ان الجواز اتاجل 3 مرات. انا فرحي انا اتاجل فرحي 3 مرات، وكان هيحصل طلاق وكده. فرح ان شاء الله بعد العيد. بعد العيد. طيب خلاص ان شاء الله باذن الله ربنا يتم لك على خير ان شاء الله، ونفرح بيك ان شاء الله، وتعزمينا بقى على الفرح ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. انا بشكرك جدا جدا، رمضان كريم عليك ان شاء الله. ونطلع الفاصل ونرجع نواصل برنامجنا رمضان الخير عن نجوم افلام. عايز اقول لكم هكون معايا بعد الفاصل ضيف هينورني هنا النهارده في الاستوديو، واحد من رواد عمل الخير في مصر، او واحد من رواد عمل العمل الاعلامي الخيري في مصر. انا بعتبره يعني الحقيقه استاذنا كلنا، يعني استاذنا كلنا من الاعلاميين في مجال عمل الخير، او السباق فينا والرائد في عمل الخير. هيكون معانا بعد قليل الاعلامي الجميل وصديقي العزيز الاستاذ طارق علام، اول من بدا برامج عمل الخير في الاعلام المصري. بعد الفاصل نواصل رمضان الخير، ومعكم عمرو الليسي للتواصل مع البرنامج على رقم 1006. عارفه